اهلا وسهلا بحضراتكم. بصوا، في حاجات يعني زي ما لا تقدر بمال، فقدها برضو لا يقدر بثمن. عارفين، هي ربنا خلقنا بطبيعة معينة، بفطرة معينة، لما تبقاش موجودة بتبقى صعبة. هبسط لكم الكلام. لما بيجي نقول ده ابن فقد أبوه أو يتيم فقد أمه، هو بيبقى جواه حاجة كبيرة ناقصة. خير اللي عايش بأبوه وأمه، مش بكلمك بمال بقى. دي زوجة فقدت جوزها وربت ولادها وبطولها، مش سهل جوزها شال معاها الشيلة وهي شالتها معاه. تبقى واقفة بتسلم بنتها لعريسها كده، بتلف حول نفسها، بتجوز ابنها، روحها كده بتتاخد. زي أب كمل مشواره من غير زوجته وعايش لوحده، حتى لو جوز بناته كلهم، حتى لو بناته شايلينه في عينيهم، عاوز زوجته. بيجي وقت يبقى صعب عليه. واكمل بقى، اكمل لكم، ده انا افضل اكمل لكم. زي اللي عاش في الدنيا وفقد اخوه، بيجي وقت يقول يا ريت اخويا كان جنبي، كانش يرضي ابدا حالي ده، كنت الاقي حد ميل عليه بتاع. دي كلها مشاعر اوعوا تستقلوا بيها. ولما تلاقي اللي عندك كده قول الحمد لله، ولو صدرك مفتوح كده. لما بنجري على تليفوناتنا نمسك تليفوناتنا ونكلم اخواتنا البنات، انا هكلم فلانه والله مخنوقه، ونبقى احنا سامعين ابهاتنا امهاتنا، احنا اما كبرنا بقينا زيهم. اول ما الدنيا بتضيق سنك تلاقي نفسك قاعده على التليفون مكلمه اختك 30 دقيقه او 35 دقيقه، والمكالمة خدتك. دي نعمة، ونعمة كبيرة قوي قوي. أول ما بتكلمي جوزك وتقعدي معاه تقولي لما يجي أقول له، تلاقي نفسك شاربة كوباية الشاي وقاعدة جنبه تحكي له كل حاجة جوز بنتك عمل وعمل وعمل وعمل. صح؟ أنت زوج أكيد. مرات ابنك عملت وعملت وعملت وعملت، يرضيك؟ يرضيك ده؟ وإحنا بقى نبقى قايلين لهم يا ماما ما تحكلوش. لا، إزاي؟ في وقت الارم تدخل تحكي كل حاجه. ما هي تقول وانا اقول لها حلي. حلي، صح. حلي، شيلي. صحيح. نورني وشرفني. ربنا يخلي حضرتك وربنا يبارك فيكي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن الله على بيوت المسلمين بالموده والرحمه، وان يزيد الحب بين كل زوجين وبين كل ام وابنائها. وأن يستمر هذا العطاء للأم مدى الحياة، وأن لا يحرم أحد من والديه. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. راحة البال، هدوة السر، ثبات النفوس والبيوت، طيب الخواطر، العيشة السعيدة، الستر، جمل بنقولها. صحيح. وبنسعى في الدنيا كلنا عايزينها، ويجي واحد يقول الحمد لله برضا كده كبير، بعظمه كده. حتى ولاده وهم عايشين مع ابوهم او مع امهم عارفين ان الرضا ده كبير قوي، مغرقنا. بيجي منين ده؟ ربنا اللي بيديهولنا ولا احنا اللي بنسعى له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. رضا الله سبحانه وتعالى غايتنا، ورضا النفوس هي كل ما نتمناه. فإذا ما تجلى الله سبحانه وتعالى على النفس البشرية بالاطمئنان وبالهدوء وبراحة البال، لها ثمن، لها ثمن، ولكنه ثمن مجاني، هدية من الله سبحانه وتعالى. عاوز قلبك يطمئن، ما يبقاش مشغول على أولادك ولا على مراتك ولا على كل مستقبلك،
بكره هيحصل ايه والتاني هيحصل ايه وبعد بكره هيحصل ايه. عاوز نفسيتك تبقى هاديه، وعاوز ربنا سبحانه وتعالى يبقى متجلي عليك بخيمه الستر. عاوز كده؟ اه. طيب اسمع الوصيه اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. ونعم بالله. عاوز الحال بتاعك يتيسر بعد ما هو متعسر، عاوز الحال بتاعك يبقى هادي بعد ما الدنيا كده بتشعلل من غير سبب مفهوم، يجي يقول لك والله احنا كنا قاعدين كويسين وفجأة الدنيا اتقلبت معرفش ازاي. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يحوش عنك العين والحسد والسحر، ويحوش عنك كل الحاجات اللي انت ما تقدرش عليها. اه هنا بقى يأتي دور الله سبحانه وتعالى لما قال: فأما من أعطى. لازم تدي عشان ربنا يديك، تدي ستر ربنا يديك ستر، تدي مال ربنا يديك صحة، تدي ابتسامة ربنا سبحانه وتعالى يزيدها عليك. في واحد ما بيعرفش يعيش في الحبال، حياته بتتقلب فجأة كده وخلاص، مشاكل مع ده ومشاكل مع ده ومشاكل مع ده ومشاكل مع ده، ايه ده؟ اليسرى، اليسرى هي هدية الله سبحانه وتعالى للمنفقين. التيسير في الأمور والتيسير في الحياة، وربنا سبحانه وتعالى ما يخليهاش على حجر كده مش معروف لها نهاية، اللي أصبح فيه أبات فيه. لأنك سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه إداك بس أنت ما بتديش. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ليه إحنا غفلانين عن هذا العطاء؟ العطاء عشان انت تيسر على الناس ربنا هيسر عليك. من مشى في حاجات اخيه غفر الله له قضيت او لم تقضى. مشيك في حاجة اخيك وادخال السرور عليه افضل الاعمال مطلقا مطلقا كده. اه مطلقا افضل الاعمال، اه يعني من الحج اه افضل، من الصلاة افضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن افضل الناس قال: خير الناس أنفعهم للناس. يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال عند الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم. حاجات ببلاش، حاجات ببلاش. ربنا سبحانه وتعالى مديك مال وبيقول لحضرتك أنا عاوز منك 2.5%، يعني يديك 1000 وياخد منك 25 جنيه. بستغرب الحد اللي بيبقى بيشتري حاجة مثلا من حد بيبيع حاجة، واحدة ست قاعدة بشوية خضار، واحد بيبيع شوية كوبايات وفوط، عارف الناس دي هم عارفين اكتر مني، حتى ماشي باي حاجه كده طالع يسترزق، ويجي يقف يقول له ايه مثلا، يقول له بستة جنيه، لا هم 3.5 5 بس. خير يا رب، انت بتفصل في ايه؟ الصدقه المخفيه في البيع والشراء، الصدقه المخفيه في البيع والشراء. ايوه لو دخل محل حضرتك مش هيفصل فيه، لا. لو دخل توكيل معين مش هيفصل فيه، مش هيقدر برضه. لو الست دي، لو الست دي عندها ما يكفيها مش هتقعد للشرد والبرد في قلب الشارع. صح. فانت تديها، ده انت المفروض يعني حد بيديني منديل والمفروض انا مش عارف ايه اقول له خد، ونفسه عزيزه موت ويقول لازم تاخد المنديل. صح. لازم تاخد المنديل. طب الناس دول نساعدهم ولا لا؟ صح. لازم احنا نبقى الابتسامه في وشنا، امد ايدي على ازازة مية اديها له وهو واقف في الشمس بين السماء والارض والتراب والكلاكسات تحت العربيات واللي يخش عليه واللي يزنق واللي يعمل واللي يخلي. يبقى انا لو اديت له اشمعنى بقى المية؟ لا ما هي المية دي مهمة. صح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. الله. تعالوا نطلع شوف تقريرنا الاول ونرجع لكم.
ورا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وطبيعة الحياة إن اللي يستر الناس ربنا هي حد في مؤسسة فاعل خير. احنا بيننا وبين السلوم حوالي 50 كيلو. معقول؟ ايوة معقول. وجينا هنا؟ ايوة جينا هنا وعملنا بير، وهنعمل ابار تانية في كل مكان محتاج للمية. حاجة عزيزة خفاجي، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتها، اللهم امين. ان اردتم ان تغفر ذنوبكم فتصدقوا، تصدقوا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة الماء. شو معنى المية؟ المية هي الحياة، شريان الحياة هي المية. الله سبحانه وتعالى مدحها في القرآن، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الله سبحانه وتعالى يسير السحب في السماء، يعطيها إلى الأرض الجرز، الأرض الميتة، فينزل الماء عليها فيحييها الله سبحانه وتعالى بعد موات الأرض. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الماء هو الذي يروي الإنسان بعد عطش، هو الذي يشبع الإنسان بعد جوع. الماء إذا وجدت الحياة. إذا مكان لا يوجد فيه ماء لا توجد فيه حياة. لما بنروح مطروح يجي أخونا العربي اللي هو هناك يقول انتوا حطيتوا لنا مية هنا نقدر نقعد هنا واحنا مبسوطين مش عاوزين حاجة. هو في الحقيقة يمكن هي عملية متوازية جدا، احنا نعطيهم المية في الحياة وربنا يدينا الحياة متعتها راحتها سلامتها صحتها. ربنا يدينا كل حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بالصدقة بالماء. أنا النهاردة عشان أعمل بير، هيشرب منه إنسان، وهيشرب منه حيوان، وهيشرب منه طير. الله هو العصافير لما تشرب من المية دي أنا هاخد أجر. طب الحيوانات لما تشرب من البير ده أنا ليه أجر؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني اللي هو عاوز يسأله لي هو اتسأل من زمان للنبي عليه الصلاة والسلام. أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل ذا كبد رطبة أجر. ما بالك بقى حضرتك من الإنسان. ألم يأتنا خبر هذا الرجل الذي نزل البئر وملأ خفه وسقى الكلب بعد أن كان يأكل في السرى، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر. شوف ربنا لما يقول لك شكرا على العمل اللي انت بتعمله عشان تسقي حيوان شوية مية. عندما نطلب الماء نطلب الحياة، لان احنا بنشوف الناس من غير مية عايشين ازاي. يعني الحقيقة في المجموعة اللي جاية في مطروح لسه ناقص 40 بير، يعني خلاص الشتاء جه، كل الناس بيكلمونا يقولوا الشتاء هيخلص، فين الابار بتاعتكم؟ فين الابار بتاعتكم؟ انا النهارده عندي 50، عاوز كمان 40 لان انا محتاجينهم على وجه السرعه في مطروح. يا هناه بقى ويا سعده اللي هيخش النهارده معانا ويقول انا عاوز واحد في الابار دي. وعلى فكره من الابار دي 7 ابار لمساجد في مطروح، منهم المكتمل ومنهم اللي عاوزين نعمل له البير عشان نكمله عشان يقوم المسجد برسالته على اكمل وجه. طيب حد في مشكلة ما بتتحلش،
طبيعة الحال اليأس بيزور قلوبنا ساعات، احنا بشر يتصدق. اليأس أولا لازم نطلقه، نطلقه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وربنا قال لا تيأسوا. وعلى فكرة سيدنا يعقوب أخذوا منه ابنه الأولاني اللي هو سيدنا يوسف، بعد شوية جم خدوا ابنه الثاني اللي هو سيدنا بنيامين، الاتنين راحوا. لما يجوا ولاد التانيين التسعة التانيين، التسعة التانيين، ويقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، يقول سيدنا يعقوب مفيش يأس، يقول نحن بني الأنبياء لا نسرق، احنا ما نسرقش. ولما يقول لهم سيدنا يوسف روحوا اذهبوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، يقول لهم روحوا له قولوا له نحن لا نسرق، رد علينا ابننا والا دعونا عليك دعوة يقف اثرها في 40 من عقبك. يعني لو النبي دعا على واحد دعوة تتم الدعوة دي لحد 40 جيل منه. فسيدنا يوسف يضحك ويقول لهم قولوا له اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. فالصبر يحل كل المعضلات اللي عندنا، الصبر مع العطاء، الصبر مع العطاء. عاوز ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امورك، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يكشف كروبك، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنبك، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضك، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يهدي ابنك، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يوضع لك القبول في الارض وانت ماشي، يقول الحاج فلان كان هنا، الحاج فلان كان بيعمل اللي في جيبه مش ليه، ده عمل بير في الحته الفلانيه، ده عمل طرمبه في الحته الفلانيه، ده جاب بطاطين للناس اللي هم كانوا محتاجين، ده عمل السقف بتاع فلان. ليه انت ما انتش عاوز تعمل لنفسك ذكر؟ الراجل اللي كان النهارده موجود هو والست بتاعته ما هماش مخلفين وماسكين في بعض زي الضبابه زي ما بيقول، صح، ماسكين في بعض. ده يقول لو احتاجت الدنيا اللي لبن العصفور هجيبه، وهي تقول اتحايلت عليه عشان يروح يشوف حياته، هو يقول لا هي تستحق. هنا الوفاء لابد وان يغلف بشيء مهم جدا، مالكش ابن وعاوز الناس كلها تدعي لك والناس كلهم يبقوا ولادك، الناس اللي انت شفتهم النهارده الولاد الصغيرين اللي فرحانين بنقطه الميه، لو عملت البير ده كل دول هيبقوا ولادك، كل دول هيقولوا الله يرحمه، كل دول هيقولوا ربنا يغفر له، كل دول هيقولوا ربنا يشفي مرضه. إلى أن نلتقي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فنشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، أبكوا معنا. قالوا إن أردت أن تبني أي أمة من الأمم حاول أن تبني الإنسان أولا، حاول أن تبني هذا الطفل، هذا الطفل إن بنيته سليما كما فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أول ما ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بنى مسجدا. أنا محتاجين بير للجيم ومحتاجين حاجة للولاد عشان يقروا قريب، يعني عشان ايش؟ كتاب وعاوزين حماميت، عاوز حماميت وعاوز الياسة وعاوز سبيكة وعاوز يعني يم وعاوز يم بروح، لكن احنا نريد حاجة كما تقول في الجامعة يقرا ويصلي ويمثل، محتاج جمع، محتاج حماميت، محتاج الياسة، محتاج يعني حاجات كثيرة. نحن صبينا وبنينا بس، وصبينا على الخط يعني رايد بوادي صبينا الخط، عاش عندنا هي عاوزين نتليس وعاوزين نشرح وعاوزين بير وعاوزين حماميات وعاوزين فاجع نصر الله والفتح ورايت الناس في دين الله فواجع بيسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. هذا الاطفال اللي قدامك ده، الاطفال الموجوده قدامك ده لا تبنى الا في المساجد، هيتعلموا مكارم الاخلاق، هيتعلموا الصدق، الصدق الحقيقي، هيتعلموا ان الدنيا دي الى زوال والى فناء، فلما تكون الدنيا لزوال وفناء الانسان يعمل لما بعد هذه الحياه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لان الدنيا ستنتهي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك اذا كانت الدنيا هتنتهي لانها ما دامت لاحد، لو دامت لاحد لدامت لسيد البشريه صلى الله عليه واله وسلم.
هذا المسجد الذي لا بد أن يكتمل بمجهود حضراتكم، هذا المكان الذي نقف فيه هو المفترض أن يكون فيه منبر تتلى عليه آيات الله، عندما يجلس معهم المعلم ليعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى. اسمعوا وعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل ابنه للمعلم ليعلمه القرآن إلا غفر الله للوالد وللولد وللمعلم من قبل أن ينطقها، ما بالكم وأنتم شاركتم في هذا الخير. أنا محتاجين بير للجيم ومحتاجين حاجة للولاد عشان يقرأوا قريب، عشان إيش؟ كتاب وعجل حمامات. تم لنا الجامعة القلق والخوف. أنا نخاف على أولادنا طبعا، نتمنى لهم الخير ومستقبل مشرق ونجاح، وربنا يكرمهم بأسرة طيبة وانت حلال وابن حلال. حقنا، كل أم بتحلم لأولادها ده حقها شرعي، كل أب نفسه ولاده يبقى أحسن منه منطقي وشرعي جدا، حق شرعي طبعا. يساعد نفسه ازاي؟ يعني احنا بنفكر بالتعليم، بنفكر بسلوكيات، بنطورهم بننميهم، بنبديهم عن نفسنا. ناقصنا حاجة؟ ناقصنا ان احنا كلنا نتعلم من المعلم الاول وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كيف علم ابنائه، وكيف علم أبناءه هذه السلوكيات الطيبة. لا بد أن يكون الأب والأم أولا قدوة خالصة مهمة صالحة للأولاد. لازم الأب قبل ما يقول مؤسسة فعل الخير عاوزة اسقف، خد يا ابني 5000 جنيه دول وروح المؤسسة اديلهم 5000 جنيه، ما تستناش، ادي الولد وانت طالع لما المندوب يجيلك خد ابنك معاك عشان يشوفك وانت بتدي. صح، زي ما بقولك وانت رايح المسجد خده معاك. المسجد ده محتاج ايه؟ المسجد ده محتاج كل حاجة، محتاج نجارة، ومحتاج غفاء اللي هو محارة يعني، ومحتاج سيراميك، ومحتاج مية بير يعني، ومحتاج دورة المية تكمل سيراميكات وقواعد وسباكة. محتاجين كمان في المسجد ده الفرش، ومحتاجين المنبر، ومحتاجين الكهرباء، ومحتاجين كل حاجة. المسجد ده يعني داخل علينا رمضان، وزي ما احنا بنشوف الولاد لما يقولوا احنا مش عاوزين حاجة خالص كملوا لنا المسجد. العيال الهم ركبهم وهم صغيرين، محتاجين يقولك اعملوا لنا بير، مش لاقيين مية، كملوا لنا المسجد، احنا مش لاقيين مسجد. ولما وقفنا مع الولاد من جنب سيدنا وهو بحفظهم بقول له سمعنا يا ابني حاجة من القرآن، ففاجئنا بان هو بيقول اذا جاء نصر الله والفتح. مبشرين ولاد العطش علمهم، العطش علمهم، عاوز يقول لي انتوا وجودكم هنا نصر وفتح. واحنا عرضنا مشكلتهم على الناس، عرضنا مشكلة المسجد على الناس، مش مشكلتهم هم. البيت بيت الله، والمال اللي معايا مال الله، وانفقوا من مال الله الذي آتاكم. السهم فيه يتكلف كام؟ واي حد شايف معاه الارقام اللي على الشاشه يساهم، عايز يساهم مساهمه اخرى، هو حضرتك عاوز يتصل يقول البير بتاع المسجد ده عليا، واحد يقول السباكه عليا، واحد يقول الكهرباء عليا، واحد يقول دوره الميه كلها انا هاخدها بموتورها بحاجه بتاعتها، واحد يقول الفرش عليا. طب اذا احنا بنقوله ان مش هنلاقي، يعني هناخد 3 بنود كاملين، طب الباقي عملناه برضو اسهم، وعملنا السهم في المسجد ب5000 جنيه. ساعات كتير بيبقى بينا حد بنقول عليه ده يمسك التراب يعمله ذهب. هو الوصف ده اما احنا بنقوله على حد بيبقى دي النهاية، من نهاية تعبه ونهاية مشواره ونهاية انه ذكي شاطر مراعي ربنا، فلما تيجي تدور في داخلياته تلاقيه عامل اللي عليه قوي وحق ربنا واخده في ماله. هو لازم ربنا سبحانه وتعالى يكرم الناس دول،
بسم الله. ده احنا لنا غير اخواتنا اللي هم التجار دلوقتي ما شاء الله عليهم، وغير الناس في ما شاء الله اللي هم الاغنياء اللي ربنا مديهم الحقيقة، بيدوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم في الباقي. هم كلهم امتثلوا بسيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال عن نفسه: وجدتني عندما اقلب حجرا اجد تحته ذهبا او فضة. ودعوة ام ورضا ام ورضا اب. صح. لو امك رضيت عليك هتطلع صدقة مالك، هتطلع زكاة مالك، هتروح تعمل صدقة جارية، هتروح تعمل وصفة مية، مش هتدور خلاص لانها رضيت عليك. طب هو الرضا يخليني اغرم؟ لا، ده مكسب، مكسب يا حبيبي، مكسب. واوعى امك تقولك ادي وما تديش، لانه اوامرها من اوامر الله سبحانه وتعالى. طاعة الام والاب من طاعة الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الثالث ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. ينامون على الارض ويفترشون التراب، والسماء هي لحافهم. والله ما نعلم المية، والله جايبين الزركل على روسنا من 4 كيلو انا وست كبيره. راضيين الحمد لله، الحمد لله، والله لا غطا ولا فراش، الحمد لله، فضل من عندك انت يا رب. ست بنات كلهم في عمر الظهور، اكبرهم عندها 11 سنة، ما تقدرش تشيل جركن على راسها من غير سقف، من غير مية، من غير باب يحميهم. الغرفة زي ما انتوا شايفين ملهاش باب، ملهاش شباك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. من يسر على مسلم قربة من قرب الدنيا سهل الله عليه قربة من قرب يوم القيامة. والله يا تعبانة، كان المفصل تعبني دوت بتاع رجلي دي وبعدين بكشف واعمل اشعات والدنيا بالدكتور قال لي اللي حصل لدي هيحصل لدي برضه، وفعلا هو اللي حصل لدي حصل لدي برضه. انت لحد دلوقتي بتجيب الجراكن دي من بره منين؟ كنا بنجيبهم اللي فيه الخير بيقدم ربنا يجيب لي جركن ميه اشرب منه. ما فيش حد بيجيب لي اشحت ميه من جيراني واشرب. طب انت طالبه ايه يا حاجه؟ احنا دلوقتي جايين نساعدك، عاوزه مننا ايه؟ عايزه ميه وعايزه حد يساعدني، الرجليه تعباني ما بنامش الا كلها من لو نزع بالرجليه. يعني الست دي محتاجة ايه؟ الست دي محتاجة لها يعني ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى ويكون عندنا رحمة كده، ونبص لمرضها ونبص لحوجتها وهي بتقول انا محتاجة، بتقول محتاجة. هما السماء بتنزل مية عليها على طول، مفيش سقف. الارض طينة، لما المية بتنزل على الارض الطينة بتبقى الست قاعدة في طين، تبقى الست قاعدة في طين. يبقى الست دي عاوزين لها نعمل لها سقف في المسجد في بيتها، عاوزين نعمل لها وصلة مية، عاوزين نبلط لها البيت بتاعها، عاوزين نجيب لها السرير، دولاب، تلفزيون تقعد زي مخاليق ربنا في رمضان تشوف البرامج الدينية وتشوف كل الحاجات اللي تسليها في وحدتها. الست التانية عاوزين نشوف لها، قالوا لها مش هينفع اي علاج عندك الا تركيب مفاصل. شوف حد كده من اهل الخير يقول الست دي انا متكفل بيها، انا وديها اعالجها اعمل لها. وبرضو هي قبل الحكاية دي عاوزة برضو سقف وعاوزة وصلة مية. الناس محتاجين رحمة، محدش يعيط عليهم. واحد اتصل عليه يقول لي ده صعبت عليا قوي لحد ما عيطت. طب انت اديت لها ايه بقى؟ يبقى الناس لا يحتاجون الى دموعكم ولكن يحتاجون الى صدقاتكم. طيب يمكن يعني لو هتكلم مع حضرتك في واحد يقول لك انا عامل اللي عليا قوي،
ماليش حظ. وانا ماليش حظ ليه؟ ده فلان الفلاني بيعمل كذا وبيعمل كذا، والله ما انا بعمل احسن منه، بس سبحان الله هو حظه حلو وانا لا. انا بس بقول له مفيش حاجه اسمها حظوظ، راجع حساباتك، في حاجه اسمها مقادير. صح، ان كل شيء خلقناه بقدر. انت بتقول انت عامل اللي عليك والدنيا شويه كذا، لان الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضه، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الله الكافر منها جرعه ماء. انما اللي مش عامل والدنيا مزهزها له ياخد باله من نفسه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه. ربنا سبحانه وتعالى مدد له متاع الحياه الدنيا، حيث ذم الله الدنيا وقال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم. كل واحد هيقول انا عندي كذا، والتاني يقول انا عندي كذا، وفي الاخر مترين قماش وشبرين في خمس تشبار بتوع المقبره. طلبات حضرتك ايه النهارده؟ لا ده انا لسه قبل الطلبات لازم حضرتك ابلغك سلام كل حبايبك، كل الناس. يعني بقول لي انت بتروح تقعد مع الاستاذ؟ اقول لهم طبعا. يقولوا لا لازم تبلغ لنا سلامه. هي دلوقتي الحاجه فتحيه ناجي زوجة المرحوم الحاج سعيد السيسي بتبلغ حضرتك السلام، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بالشفاء. قالوا لي حضرتك بتحبيني جدا ومحبتك على راسي وشرف ليا. كمان عندنا المهندس عبد المنعم والحاج ياسين سعفان والحاج نبيل السعدوني وكل أسرهم الحقيقة بيهدوا حضرتك السلام وربنا يبارك في حضرتك. أما بالنسبة لينا أنا هفاجئ حضرتك بقى المستمعين والمشاهدين الجمال، بقول لهم أسيع الخبر ده بعد إذنك. أنت قلت لأ بس أنا هقوله. قولي إيه بس؟ الأستاذة في آخر محط التحلية لما لقت الدنيا نايمه شويه فراحت واخده 10 اسهم. الحمد لله 10 اسهم وباقي فيها 5. الحمد هنستنى ولا هتشاركوا الاستاذه بقى في لله. المحطه بتاعتها الحمد لله. باقي 5 اسهم في المحطه، السهم ب 15000 جنيه، عاوز 5 النهارده يقولوا، واسمهم هينكتب جنب اسم الاستاذه في المحطه الاخرانيه. سي مولانا احنا مش موجودين هنا بشطارتنا خالص، احنا موجودين هنا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله ربنا سبحانه وتعالى. اي نجاح الواحد بيحققه مش بالشطاره خالص ولا بالمهاره ولا اللي هم بيقولوا عليها بقى السكيلز والحاجات الكتير اللي انت تبقى بتطور من نفسك، لا 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 لا، هو ربنا وفق فصرف. وما توفيقي الا بالله ونعم بالله. وما توفيقي الا بالله. وربنا اختار حضرتك يخلي الدنيا في ايدك، اول ما تشوفي حاجه كده هوت بتقولي خد ده بتاع ربنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ان شاء الله في الباقي. يبارك لك في الاموره جوهريه ويبارك لك في الاستاذ وان شاء الله وفي الوالدين وفي اخواتك، وربنا يبارك دايما لكل احنا بندعي لهم وهم مش موجودين، فلا اقل من ان احنا ندعي لحضرتك وهم يامنوا عشان ربنا ان شاء الله يستجيب باذن الله رب العالمين. نورتني وشكرا. دعواتكم بالشفاء لكل اللي انتم سمعتوا اساميهم، وان شاء الله رب العالمين في اللقاءات الجايه تكون اساميكم موجوده قدامنا ان شاء الله. ربنا يخليك يا مولانا، نورتني وشرفتني. ربنا يبارك في حضرتك. حلقتي لسه ما خلصتش، اوعى تروحوا في اي حته، ابقوا معنا.